سامعني؟ سامعك دكتور مين معنا؟ شو اسمك؟ عيسى. عيسى؟ ليش مسمي؟ حط لي اسمك على الجروب، يطلع اسم عادي لأن احنا باخذ حضور غياب يا عيسى. ايه ما هو فيش اسمه لمس لحاله بفوت هيك. لا ليش بيعطيك هذا الاسم؟ كان يعطي اسمك عادي. كنت اشبك من الامس هسه. لا طيب حتى لو شابك انت داخل من خلال يوزرك صح ولا لا يا عيسى؟ في اشي اسمه له رينيم بتسوي له، لانه انا باخذ الحضور الغياب بقرا هاي الاسماء، اذا بقرا ما عرفتش مين الاسم، انا بهمني الاسماء تكون ظاهره زي ما هي واضحه. واضح يا شباب؟ اسمك اللي طالع عليك على الزوم ما حدا يغير اسماءه، يعني سواء اسمك بالعربي او بالانجليزي ما عندي مشكله، بس في الاسماء في بعض بغير اسماء وبحط لي رقم تلفون او شيء. انا باخذ حضور غياب على الاسم اللي بيكون ظاهر، عرفت علي؟ فانا اذا ما قرا عرفت اقرا الاسم او مسوي اسم ثاني، فبالتالي بترتب علي انك بالنسبه لي غايب. هلا اللي ظاهر عندي ايمن والهام وليندا وعمر وعلي وعيسى درويش. ايوه عيسى اوكي. فبدي الاسماء كامله. في لسه شباب، يعني احنا عندنا حوالي 20 طالب، كل اللي داخلين 6 طلاب، ابعتوا بين بعض على لسه موقع الجامعه في عليه مشكله ما حلوها، فاحنا بعثت لكم اللينك على اساس انه تربطوا مباشره. اوكي استنى كمان دقيقه بس بين ما يحاولوا البعض يدخل، وزملائكم اللي عندهم تنقيب كمان يدخلوا يعني اوتوماتيكلي بشكل. للاسف في الماتيريال الموجوده على موقع الجامعه، بس في كم ماتيريال موجوده عندي كنت منزلهم نقدر نكمل من خلالهم. شباب اللي عنده اي معامله في الجامعه سواء براءه دم او اي شيء، يحاول اليوم الاربعاء يمر على الجامعه او يوم الاحد، لانه بعد هيك ما حنمر على الجامعه. اوكي فحيصير التعامل كله اونلاين. الكل شبك معي على الجروب تبع الاي تي اللي يسوي له مزبوط في الصيفي. في حدا جروب الاي تي مش من الموجودين هلا عندي معي مش شابك عليه، او زملائك اي حدا من زملائك مش شابك على الجروب؟ انه كل التعليمات او اي شيء بنبلغكم فيه سواء انا او العميد بتم من خلال الجروب الكامل. اوكي في اي استفسار؟ خلاص اوكي صرنا تقريبا 10، نبدا مباشره. احنا كنا نتكلم المحاضره السابقه عن الجبره صح ولا لا؟ عرفنا الجبره، وصلنا اخر شيء لما اخذنا بعض مجموعه من الاوبريتر، اخذنا المثال هذا اللي هو بيتكلم عن ايش برانش واكاونت ولون. اوكي اخذنا هذول المثالين، بعدين تطرقنا للمثال اليونيون ومثال اللي هو التقاطع. اوكي ووصلنا اوكي هون كمان اكزامبل اخر اللي هو find the name of all customer who have a loan at the previous branch. لاحظ طلع الحل. هلا بس قبل ما نيجي على الحل هون، خلينا نرجع بس نتذكروا شوي اللي هي التيبل. في كاستمر اللي هم لهم حسابات اكاونت، في عندي افرع برانشز، في اللونز رقم اللون والبرانش والاماونت، ديبوزيتر او براوزر. اوكي هلا لو جينا هون على هذا المثال find the name، يعني لاحظ هو ما بده كل المعلومات، هو فقط بده الكاستمر نيم. فباجي بحط باي وبقول له كاستمر نيم وبفتح قوس. هلا ما بده كل الفروع، لاحظ هو ما بده كل الفروع، هو بده برانش نيم محدد، فقال برانش نيم يساوي اعطى قيمته. اوكي فتح كمان قوس، لاحظ انت بدك تجيب الكاستمر نيم وبدك يكون الكاستمر نيم لاحظ عنده لون، عنده لون واللون لاحظ انت اذا انتبه معي، انت في ما انت في عندك بدك تجيب معلومه من جدول الكاستمر، بدك تجيب الكاستمر نيم وبدك تجيب البرانش نيم. خلينا نرجع شوي بس على الجداول هاي. الكاستمر نيم وين؟ في البرانش. شلون معي يا شباب؟ اوكي واللون وين موجود؟ هون في جدول ثاني. دكتور الكاستمر بالديبوزيتور. طيب ما هو بس بده يجي من خلال البرانش، يعني لاحظ معي هاي عندك هون الكاستمر نيم. اوكي كاستمر نيم معي، بدي اجيب المعلومه من هون
وبده البرانش نيم من هون، يعني المعلومات اللي بده يظهره في الاستعلام اللي هو الكاستمر نيم. والشرط وين موجود؟ باللون. باللون. طب شو علاقة هذا بهذا؟ كيف بدي أربطهم مع بعض؟ ما هو في الربط. كيف بدي أربطهم مع بعض؟ يكون اللون اللي ماخذ. عشان ما عيسى دقيقة شوي خليك معي بس. المعلومة اللي أنا بدي أظهرها، المعلومة اللي أنا بدي أظهرها اللي هي الكاستمر نيم من هذا الجدول، والشرط اللي بدي إياه موجود هون في الجدول هذا اسمه البرانش نيم. طب كيف بدي أعرف؟ أنت لازم تربط ما بينهم. كيف بدك تربط بينهم؟ شو اللي بربط بينهم؟ النمبر، النيم يا رب. شو النيم؟ نيم ليش؟ برانش نيم، برانش نيم. لا هو موجود فيه برانش نيم طلع على هذا الجدول. لا. طيب إذا كيف بروح؟ هون كاستمر نيم والشرط البرانش نيم. طيب الكاستمر نيم هون شو في قيمة تانية معاه؟ في الأكاونت نمبر. الأكاونت نمبر وين موجود؟ في الأكاونت. مزبوط؟ طب بس مش من هاي، مش هي لون، يعني اللون اللي تحتيها الباور. طيب. مش بالديبوزيتور اللي تحتيها. هو لا هو اخر شيء تحت. ما هو انا بغض النظر نيم. انت المعلومه بدك تجيب الكاستمر اللي عندهم لون، مزبوط ولا لا؟ كمان في تحت. عندك، ما انا بدي اورجيك، في عندك كمان كاستمر نيم بالجدول التالي اللي هو البراوزر. الشرط تبعي وين؟ الشرط تبعي وين؟ البرانش نيم من هذا الجدول، صح؟ شو بيربط الجدول هاد مع الجدول هاد؟ لون نيم. اللون نمبر. ايش نيم؟ نمبر. في عندك اللون نمبر. وضح الصورة؟ هلا هذا مثال بسيط اللي هو كان الربط ما بين جدولين. يعني اذا فعليا انت بياناتك بدك تجيبها من جدول البراوزر وجدول اللون، مزبوط ولا لا؟ جدول البراوزر فيه الكاستمر نيم، وجدول اللون في الشرط اللي هو البرانش نيم. هلا انت لازم لاحظ تسوي شيء بنسميه جوين. انت بدك تجيب من خلال ايش؟ انت بدك تجيب من خلال ايش؟ شو هو؟ دقيقة خليكم معي يا شباب. دقيقة معي. هاي يا شباب سمعيني؟ حاضر. اوكي كان في بس مشكله على الموقع عشان لسه بحلوها قاعدين نرجع. وين السلايدات اللي احنا بنحكي عليها؟ اوكي هلا اذا عندنا الكاستمر نيم بدي اسوي الاستعلام، الشرط موجود برانش نيم. هلا هون اذا مبني على جدولين، اوكي. هلا انت ما بتقدر تسوي كاستمر نيم والبرانش نيم الا ما تكون في ربط بين التو تيبلز. تذكروا اخذتوه لما اخذنا، لما تتذكروا كنا نكتب سيلكت. لو بدي اجي انا اسوي نفس الفكره هاي، خليكم معاي. خليني اكتب لكم اياها كتابه. شايفين معي؟ كنا نكتب ايش؟ سلكت الكتاب بالعربي. سلكت ستار فروم. لا احنا بدنا بس الكاستمر نيم.
اوكي من وين؟ برانش. لا مش برانش، لون 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 اللي هو من اللون. لا مش اللون، مش اللون. كاستمر نيم موجود في البراوزر. اوكي موجود وين؟ براور. براور اوكي. على شو الشرط؟ وير ايش احنا طلبنا؟ ايش طلبنا؟ انه يكون البرانش نيم بريدج. يكون ايش؟ بريدج. برانش نيم يساوي بين كوتيشن اللي بدك اياه بغض النظر. هلا اذا كتبت لهون بيعطي غلط. ليش؟ لانه مش من لانه من المعلومتين من جدولين مختلفين. هلا اول اشي الشرط لازم تسوي عمليه الربط. هلا البراوز لحاله غلط، لازم تيجي تعطيه كوما. تتذكروا هذا السي كيو ال. بدك تجيب من جدول اللون، لان انت معلومتين جبتها. جبت المعلومه الاولى من جدول اللي هو البراوز، والمعلومه الثانيه جبتها من جدول اللون اللي هو الشرط. مزبوط. هلا حتى اذا كتبت هون بيعطيك معلومات خاطئه. ليش؟ وير برانش نيم بيساوي كذا اند. بدك تسوي الربط. شو الربط؟ شو الربط؟ مثال اللي هو اللون نمبر في جدول البراو يساوي اللون نمبر في جدول اللي هو البراو اللون. تذكروها بدك ترجع تعيد مادتك اللي هي الاس كيو ال، اللي هي ايش؟ البراو نمبر. بدك تيجي تقول له هاي كنترول في، بس هون من جدول البراو and okay dot اللي هو ايش؟ اللون نمبر. اللون نمبر. انتوا فهمتوا شو كتبت؟ ليش كتبت هذا الشغله يا شباب؟ انتوا بدي بس شوي تركز معي. انت عارف ليش كتبت هذا الحكي؟ هذا جوابه كجمله السي كيو ال عاديه. انت رجعت اسم الطالب من جدول براو، وانت كمان الشرط كان من جدول تاني، فلازم تكتب اسمه. هلا لازم تربط الجدولين ببعض. هلا هاي نفسها، خلينا نرجع على السلايدات. هاي كوبي. نرجع هلا على الباوربوينت تبعتنا. اوكي نرجع هلا على الكود. خليني احط لكم اياه هون، اضيفه كتكست هون، خليكم تشوفوها. ما بدي احطها هيك فوق شوي، خليها تشوف. بدي احط لكم الخلفيه بس عشان طلع تحت في وسع تحت ممكن تشوفوها. خليها هون. اوكي اه هاي هون. اوكي هلا لاحظ شو كتب هون. باي الكاستمر نيم، هيها مقابلها، فتح قوس، حط الشرط سيجما، برانش نيم، فتح براو دوت لون نمبر بيساوي لون دوت لون نمبر اللي هو هذا الشرط. هو جاب من اي جدول؟ جاب من الجدولين، جدول البرار وجدول اللون. وصلت؟ تمام. واضح شو الفكره؟ لانه هذا احنا بنسميه الجول. انت لما بتجيب معلومتين من جدولين مختلفين لازم تربط الجداول، فما بالك لما يكون من ثلاث جداول. او لاحظ كيف كتبها؟ كتبها بطريقه ثانيه، كتب اكثر من طريقه. كتب سيجما كاستمر نيم، حط الشرط اول شيء لون دوت توت لون نمبر بيساوي راد توت نمبر، فتح قوس سيجما برانش نمبر، حط يعني قدم الاول على الثاني. ممكن تحط الشرط الاول هاد وبعدين هاد او بالعكس. كمان طريقه ثالثه، لاحظ شو سوى. برانش نيم اند زي ما هي مكتوبه هون، برانش نيم بيساوي الاسم اند براد دوت لون نمبر بيساوي لون نمبر دوت لون نمبر للجدولين. يعني ممكن تحلها بالطريقة هاي أو الطريقة هاي أو الطريقة هاي.
وضحت؟ لا لانها اند ما بتفرق انه شرط بالضبط، لانه الان في المحصله لازم يكون الثلاث شروط اللي عندي اللي هو البرانش نيم والبراو دوت لون نمبر بيساوي اللون دوت لون نمبر. وضحت؟ تمام. طيب كمان اكزامبل، لاحظ find the name of all customer who have the loan at the bridges branch but they are not depositor. اوكي على نفس الفكرة، على لاحظ شو المعلومات اللي هي طالها؟ طال عندك اول اشي بده ايش؟ all customer، انا بده لجميع الكاستمر اسمائهم. who have a loan يعني عنده ايش؟ قرض موجود في هذا الفرع. اوكي يعني القرض تبعه اذا هو بده الكاستمر نيم برانش نيم هيو بس. لا but they are not depositor. كيف طالها؟ ناقص. لاحظ هلا هو بده يجيب، لاحظ مين اللي مش موجود في الديبوزيتر؟ نرجع على الجدول الجداول. هلا هو بده الكاستمر نيم، بده ما يكون في الديبوزيتر. كاستمر نيم موجود بالديبوزيتر يعني اسمه هون ما يكون هون. هو له لون، طب اللون كيف بدي اجيب اللون تبعه؟ اذا بقدر اجيب لاحظ الكاستمر نيم كلهم اللي لهم لون وبطرح الديبوزيتر. منهم الكاستمر نيم اللي لهم ديبوزيتر. وضحت الصورة؟ تمام. وضحت؟ نرجع عليها نشوفها. جاب كل الكاستمر نيم من هذا الفرع، لاحظ كيف كتبها. هلا براودت لون نمبر بيساوي لون نمبر، صح؟ تمام. هو جابه من جدول البراود لون، طرح منه هلا كليتهم هذول. هذول شو بده يجيب منهم؟ هاي من هون لهون شو بده يجيب؟ بده يجيب كل الكاستمر نيم اللي هم في البرانش نيم بروفيت، صح ولا لا؟ ويطرح منهم لحظة باي تاني من هون الكاستمر نيم في الديبوزيتر. هلا هون يعني لاحظ مش بس هاي، من هاي لهاي هاي، ها شايفين هذا الجزء؟ هذا عجب له كل الكاستمر اللي هم اللي لهم لون والموجود في البرانش نيم الفلاني موجودين بالديبوزيتر، بيطرح منهم الكاستمر نيم. ما هو انت بتتكلم عن كاستمر مع كاستمر اللي لهم ايش؟ ديبوزيتر. وضحت الصوره؟ كمان كويري رينيم اكاونت ريليشن اس دي. ذا كويري مثلا كيف تسوي عمليه الرينيم؟ باي بالانس اكاونت، طلع كل البالانس ناقص باي اكاونت دوت بالانس. لاحظ بقدر اكتب بالطريقه هاي، طلع علي هيك. هلا هو شو حكينا؟ هو بنكتب اسم الحقل، صح؟ بين قوسين شو بنكتب؟ بين قوسين ايش بنكتب؟ شباب نعسانا اليوم شكلها. اسم التيبل. اسم التيبل اه مزبوط. وبتقدر كمان تكتب باي، هيك تكتبه بالطريقة هاي اخذناها سابقا، اسم التيبل دوت اسم الحقل. اوكي وبقدر تعمل معها بالطريقة هاي، اسم التيبل دوت كذا الشرط وهكذا. واضح؟ هلا هون طالب ايجاد اكبر ايش؟ اكبر ايش؟ اكبر اكاونت بالانس. لو رجعنا على الجداول، وين الاكاونت؟ هاي الاكاونت، في الاكاونت نمبر والبرانش نيم والبالانس، صح؟ فبدروح يشوف على البالانس هون، حقل البالانس مين عنده اكبر؟ واحد. تعال نرجع هون، برجع لي كل البالانس كامل، صح؟ ناقص اللي اقل من اكبر واحد. وصلت؟ الاكاونت هاي الاكاونت دوت بالانس اقل من شو الدي هون؟ الاكاونت ريليشن اللي هي رينيم. اوكي دي دوت بالانس بين قوسين الاكاونت ضرب بي دي للاكاونت، طلع كل البالانس وطرح منهم ايش؟ الاكاونت بالانس، بشرط انه يكون الاكاونت بالانس اقل من الدي بالانس. ما زبطت ولا زبطت؟ اللي هو اكبر قيمه.
هون عشان يطلع the largest account balance. كان دكتور البي كمان مرة ايش بتعمل؟ هي account XBD. ايه وين هاي واحدة؟ اخر اشي هاي البي اللي مش هون استخدم الضرب الديكارتري. حكينا في السيجما وفي الباي وفي الضرب الديكارتري عشان نشوف يضربه مع كل القيم الموجودة في الـ في الاكاونت. طرح منه هلا هون بيعطيك الاكاونت بالانس مجموعها كلها هون كاكاونت هون بالانس بس قيمها، وطرح من الاكاونت دوت بالانس اللي هو كلها اللي اقل من ايش في الضرب الديكارتي، بضل قيمه واحده اللي هي اكبر قيمه. في الجوين هاي اشارته ناتشورال جوين سيجما، هاي شفتوها لما اخذنا الار في الريليشن بينما يكون بين تو جدولين ارتباط ار مع اس في الكويري اللي اخذناها سابقا اذا بنذكرينها. الجوين شكلها عندي في الجبرة النوتيشن تبعتها هاي الشكل، هاي معناها جوين ارتباط. تذكر لما اخذنا في السي كيو ال في ارتباط كل سجل في الجدول الاول على ارتباط بسجل ثاني، في ارتباط تام في الانر جون والليفت جون، وذكرتوهم ولا نسيتوهم؟ انا رفعت لكم التوتوريال تبع امبارح، رفعت لكم التوتوريال تبع السي كيو ال، فارجعوا لهم. هذول الجوين انواع الجوين ناتشورال جوين. لاحظ هون عندنا بيستخدم الار مثلا كتيبل والاس، ولاحظ اذا بده يسوي جوين ما بين الار والاس كيف بنكتب الجوين؟ لاحظ ار اس. هلا الار شو جواها؟ مجموعه من الحقول على افتراض اي بي سي دي، والاس في جواها نفترض انه تيبل موجود في جميع في مجموعه من الحقول اي دي بي مثلا افتراض. فلما بقول لما اخذنا السكيما لاحظ اي بي سي دي اي، هاي كل اذا سويت جوين لاحظ مع بعض اثنين. هلا ار دوت اي ار دوت بي ار دوت سي ار دوت دي لاحظ اس دوت اي، يعني بقدر اتعامل معهم لما في يكون بصير في شيء بنسميه جوين. هلا انت ممكن تربط بالطريقه هاي، تيجي تقول مثلا ار دوت بي بيساوي اس دوت بي، ما هذا اللي بربط. هذا شو بربط الجذورين مع بعض؟ اما البي او الدي، معي ولا لا؟ فاهم الصراحه معك يا على الارتباط. العلاقه ما بين جدولين كيف بتكون العلاقه بين جدولين؟ انه السجل اللي موجود في الجدول، خلينا نشوف السلايد تاريخ بتكون اوضح لكم شوي. ها طلع هون، هاي بتوضح اكثر. هاي جدول الار وهاي جدول الاس. هلا ايش بربط الجدولين ببعض؟ بي ودي، البي ودي صح. فانا لما بسوي شيء بسموه الجوين، هاي اشارته معناها. هلا انت لو ممكن انك تستخدم الضرب الديك، تذكروا لما حكينا عن الضرب الديكارتري، معناها كل سجل هون مثلا هذا السجل الاول شايفينه اللي هو A1AA ذكروه، بده يمر مع كل السجلات صح. فاحنا بنحط شرط بنقول هذا السجل مربوط مع هذا السجل في حاله واحده، اذا كان مثلا البي هون نفس البي هون صح؟ تمام. فعليا الارتباط شو بيكون؟ بيكون لو ديش اكتبها A1AA مع مين مربوطة؟ مع 1AA. فلما تسوي الربط اربط بينهم، باجي باخذ من هون A1AA A1AA لهون مزبوط؟ كلها الA. هلا مين بده يكون مربوط معهم من الS؟ ودي بدك هلا البي ودي اوريدي موجودات، موجودات عمود الاي. طب ما هلا احط ايه بي واي ايه جي ولا اي واحد بدي اخذ؟ بدي اشوف مين بربط هاد مع هاد. اللي بربط هاد مع هاد اللي هو البي ودي صح. مين واحد ايه؟ مين واحد ايه؟ انا هون عندي واحد ايه. مين واحد ايه؟ هاي اذا بحط ايه في واحد ايه تانية، نعم شو بحط؟ الواي. فبرجع بقول A1 A A Y. فلاحظ هذا أول سطر مربوط مع هاي، هاي أول سجل،
وأول سطر مربوط مع السطر الثالث، حطيت السجل الثاني. ظل إشي غير واحد إيه؟ نعم، في عندك واحد إيه واي إيه، شفتها؟ حطيت إيه واحد واي إيه الرقم ثلاث، مربوطة مع مين؟ مع واحد إيه. وين واحد إيه؟ واحد إيه واي إيه، شايفينها؟ هاي رقم ثلاث مربوطة مع مين؟ مع واحد إيه. طب مين واحد إيه؟ هاي واحد إيه اللي هي إيه، بحط إيه، مربوطة مع واحد إيه اللي هي واي، حطيت واي. طيب نرجع البي، بي اثنين واي إيه مربوطة مع مين؟ مع اثنين إيه. وين في اثنين إيه؟ في اثنين إيه، طلعوا شباب مصحصحين، في لا أنا بدور أنا بدور على اثنين إيه، طلع شو ما عندي، لأن أنت عندك بي دي، إذا ما في ارتباط ما بكتبهاش، بنزل على اللي بعدها. واي أربعة بي بي ترتبط مع مين؟ مع بي. مع أربعة بي، انتبه مش مع بي، في أربعة بي هون، لا ما في، ما بترتبط. نيجي على اللي بعدها، إيه واحد واي إيه ترتبط مع واحد إيه، في واحد إيه، في واحد إيه، في واحد إيه. إذا في واحد إيه شو تأخذ؟ إيه اللي هي موجودة أوريدي هي هون، وفي واحد إيه أوريدي الواي هي موجودة، فضلت زي ما هي. نيجي على آخر سجل جي 2 بي بي، في 2 بي، في عندي 2 بي، نعم اللي هو إيش جي. إذا باخذ السطر هذا جي 2 بي بي جي ولا إس مبين بين عندي. وضعت الصورة كيف بسوي الارتباط؟ كيف بسوي الجوين؟ هلا انت اذا لو ما سويت هذا الكلام، انت بتعرف كم سجل بده يطلع معك اذا سويت ضرب ديكارت بدون جوين؟ كل سجل موجود عندك في جدول الار بده يجي مع كل سجل من جدول ايش؟ الاس. فعشان هيك احنا لما بنطلع الارتباط اللي هي بنسميها الريليشن، بنستخدم بسموه الناتشورال جوين اوبريشن اللي هي السيجما. هاي انا مش بحاجه اجي اقول له اذا كان جدول اس بدي اجيب معلومه من اس ومن بي، لازم يكون البي دي نفسه يساوي البي دي في جدول الاس. وضحت؟ طب دكتور، هاي نعم. الجوين تنعمل هيك يدوي في الجداول الكبيره لا لا لا، انت بتستخدم على هذا في الجبره في شيء اسمه جوين. احنا اخذناه بالSQL، كنا نكتب ايش؟ الشرط، جمله الشرط. هلا هون كيف تكتب جمله الشرط؟ تيجي بتقول له جمله الشرط، بتقول له وير r.b and r.d يساوي s.b and s.d. هذا انت لما تكتب، كنت تكتب بالSQL، هو يعبر عن عملية ايش؟ الجوين. وضحت الصورة؟ بس في مجال ترجع للكود، اي كود اللي قبله اللي هو هاي هاي الشرط، شايفين شو الشرط؟ اللي هو r.b يساوي s.b and r.d يساوي s.d. هذا اذا انت استخدمت ايش؟ الضرب الديكارتي، سويت order s. اما اذا استخدمت الجوين مش بحاجه تكتب هذا الشرط. يعني انت هون لاحظ استخدم شو الاوبريتر اللي استخدمها؟ ضرب. هاي الضرب الديكارتي، او تستخدم اشاره الجوين. يعني إذا كتبته هيك صح، بس في هاي الحالة لازم تحط الشرط. شفت؟ تكتب الشرط اللي أنا وضحت لك إياه، أو تقدر تستخدم اللي هي الأوبريشن اللي هي خاصة بـ ناتشور جوين. أوكي؟ وضحت؟ طيب نيجي على الديفيجن أوبريشن. شو معنى القسمة؟ لما بقول R ديفيجن للاس نفس الناقص ال، هلا نشوف. لنفترض انه عندك جدول او شيء كومبليتد وفي جدول ثاني، جيت قلت الجدول A ديفايد جدول B، طلع شو اعطى النتيجه، واخرين نعرف شو اللي بيصير. لما تقول A، نفترض انه هذا الجدول اسمه A وهذا B، A ديفايد B او ديفيجن للاوبريشن، شو بيصير؟ قبل ما اكمل انا بدي اياك تفكر لحالك. المتكرر الموجودين ب
صح؟ لاحظ هو عطاك فريد فريد هون قسم فريد على هاد عطى فريد فريد نفسه إيج الداتابيز وان ما عطى شو رأيكم هون في البي عندي داتابيز وان وداتابيز تو فريد ما أخذ داتابيز وان وداتابيز تو صح؟ إن الشرط هون إنه يكون موجود بالتابل الثانية اللي هي داتابيز واحد داتابيز اثنين صح؟ آه كويس يا عيسى. الديفيجن لا يعني كل لما أرجع هاي مثلا اسم الستودنت لازم يكون ماخذ البي منها كاملة يعني الفريد إذا ماخذ داتابيز 1 وداتابيز 2 بيرجع لي. لاحظ هون يجي ما جاب لي ليش لما ماخذ داتابيز 1 وماخذ داتابيز 2 يجي ماخذ كومبايلر أما سارة ماخذ داتابيز 1 وداتابيز 2 فرجع لي بس فريد وسارة. وضحت؟ خلينا نشوفها أكثر. هاي بقول لك الريليشن بين R و S. R تقسيم S لو جينا خدنا على الأرقام R هلا حتى يجيب الـ A لازم يكون ماخد عناصر الـ B واحد واثنين تمام فهو ماخد واحد واثنين الـ B ماخده واحد وماخده اثنين هي تحت. طب الـ Y لا مش ماخده واحد مش ماخده اثنين الجي او الاس ماخده واحد بس مش ماخده اثنين والاي مش واخده اثنين. وضحت الديفيجن اوبريشن. هاي كمان مثال اخر ار او اس لازم يكون في هذا الجدول ماخذ اي واحد وبي واحد. تعال هون دي واي هاي ركز على دي واي اذا ماخذ اي واحد وبي واحد جاب A A Y شفت هون ماخذ A لاحظ A واحد و B واحد معاي كمان نفس الشيء ماخذ A واحد و B واحد و Y A ماخذ A واحد و B واحد أما Y A Y ماخذ B one في واي اي واي طلع واي اي واي ماخذ اي 1 وبي 1 فجابها اما واي اي بي ماخذ بي 1 في واي اي بي ثانيه لا طب بي اي واي شو ماخذه اي 1 وماخذه بي 3 اوكي فبالتالي ما جاب بي بس جاب اي اي واي وجاب واي اي واي بس. وضحت؟ هاي بعض الأمثلة المختلفة. هاي بحكي لكم على الجوين. شايفين الجوين؟ معي يا شباب؟ هلا أنا بقدر أكتب بطريقة الضرب الديكارتري بعطيه جدول الديبوزيتر مع الأكاونت بس في هاي الحالة لازم أكتب إيش؟ الشرط كامل أو بستخدم الناتشورال جوين بحط الإشارة تبعتها في الجبرة وما بحط هذا. في أيام كثير للطلاب شو بجيب؟ باجي بكتب لك إياها بالصيغة هاي باجي بقول لك عيد حلها طريقة الضرب الديكارتري. في هاي الحالة لازم تلغي اللي هي الجوين هاي شايفها بتحط إشارة الضرب الديكارتري بس تنساش شو لازم تسوي؟ تحط الشرط؟ تحط الشرط إنه اللي هو الجدول في جدول الديبوزيتر. هلا ايش بربط جدول الديبوزيتر مع الاكاونت؟ ال A واحد B واحد. لا لا انسى الارقام هدول ارجع على المصفوفة الرئيسية جداولنا وينها؟ هاي هاي جدول الديبوزيتر مع الاكاونت شو اللي بربط بينهم؟ كاستمر نيم. ايوه فانت بهاي الحالة شو بدك تحط الشرط؟ حتحط الديبوزيتر دوت كاستمر نيم يساوي الاكاونت دوت اكاونت عفواً براند لا هون ما في ربط بينهم كاستمر اكاونت نمبر الاكاونت نمبر هون بربط بينهم هاي الاكاونت نمبر مع الاكاونت نمبر فحتيجي تحكي هون ديبوزيتر دوت اكاونت نمبر يساوي
account.accountNumber. فعشان انت ما تغلب حالك الطلاب شو بيسوي؟ بقول لك لا انا بستخدم الجوين وخلص لانه ما في ارتباط بينهم صح ولا لا، فبستخدم اشارة الجوين عوض عن اني اكتب اللي هو الضرب الديكارتري واحط الشرط كامل. لاحظوا هذا المثال شو بيجيبوا لك؟ بقول لك find all customer who have any account from at least the downtown and the uptown branch. هلا بده الكاستمر اللي له حساب at least له حساب وين؟ يا في الداونتاون يا في الابتاون صح؟ هلا كيف بدي اجيب؟ بجيب اول اشي الكاستمر اللي له حساب وين؟ في الداونتاون، وبجيب الكاستمر اللي له حساب وين؟ البرانش نيم تبعهم وين بيكون؟ في الابتاون. وبجيب التقاطع تبعهم، التقاطع تبعهم يعني كأنك جبت اللي له موجود في البرانش في الداونتاون واللي له في الابتاون. وصلت؟ فبتسوي السيجما اولى بتجيب لك الكاستمر نمبر برجع هون، وهون الثاني بجيب لك الكاستمر نمبر. ولاحظ انت عشان تجيب الكاستمر نمبر من البرانش لازم تسوي جوين ما بين جدولين اللي هو الديبوزيتر والاكاونت بدون ما اكتب الشرط، وكمان حتى تجيب الكاستمر اللي هم موجودين في برانش اللي اسمه داونتاون لابد انك تجيب ايش؟ تربط ما بين جدول الديبوزيتر والاكاونت. وضحت الصورة؟ وضحت. طيب كمان مثال آخر اللي هو find all، هدول بدكم يصيروا انتو يعني تتدربوا على هدول الأمثلة. نعم طريقة تانية هاي كمان صار. هون لا لا هون استخدم نفس الاشي، استخدم الجوين، هون بعطيك بس أمثلة مختلفة كمان. أغلبية الشباب بيستخدموا كله الجوين. أوكي بنيجي هلا على الجنرالايز بروجكشن الاستندك اكستندد ذا بروجكشن اوبريشن باي الاوين ارثمتيك فانكشن تو بي يوزد ان ذا بروجكشن. يعني في الجنرالايزيت تقدر تستخدم مجموعه من الفانكشن اف 1 اف 2. تذكر لما كنا في الجمل الاس كيو ال نستخدم مجموعه من الفانكشن، مثلا نقول اعطيني الماكس اعطيني الافريج صح، اعطيني الكاونت. مش كنا نتذكر لما كنا نحكي عن في شيء اسمه جروب فانكشن وفي فانكشن موجودات على السكيو ال، مثلا لو بدي مثلا اعلى راتب شو كنا نيجي نقول؟ سيلكت ماكس للسالري بين قوسين فروم ايش؟ امبلوي. مظبوط ولا لا؟ فان كنا نستخدم فانكشن. نفس الكلام في الجبر هون تستطيع انك تستخدم مجموعه من الفانكشن. الفانكشن عادة تكتب الصيغة العامة هون، شايفين وين بتنكتب الفانكشن؟ باي وبنكتب الفانكشن هون. خلينا نشوف مثال عشان توضح عندكم الصورة. لاحظ find how much more each person can spend. لاحظ الكاستمر نيم هون شو استخدم؟ limit ناقص كريدت للبالانس. اوكي خلينا نشوف مثال عشان نشوف مثال على الجنرالايزيشن. هون في عندك جدول الكاستمر اللي هو الكريدت انفو اسم التابل، في بيحتوي هذا الجدول على الكاستمر نيم والليمت والكريدت بالانس. يعني كل كاستمر الكريدت تبعه الكريدت كارد تبعه شو الليمت تبعه؟ انت مسموح لك تسحب 1500 دينار مثلا، انت ساحب منه من البالانس 380 دينار. اوكي لعلي احمد نفس الشيء، الليمت للكريدت كارد 2000 انت ساحب 1400. نفس الشيء في عندك بدك تسوي كاستمر نيم والليمت كريدت بالانس شو طلع؟ انت عندك 1500 نقص منهم 380 اللي انت ساحبهم من الكريدت، فبيضل عندك الليمت اللي انت ضايل عندك في حسابك في الكريدت كارد كام؟ 1220. اذا الجدول عندك كالتالي، الليمت العادي اللي انت مسموح لك على البطاقه 1500 ساحب 380، بضل عندك من الكريدت كارد بالانس الليمت تبعها 1220. اقل من دقيقه. نعم اقل من دقيقه. هلا في عندي مجموعه من الفانكشن هذول نستخدمهم اجريجيشن اللي هم اللي اخذناهم سابقا في السكيول، الافرج والمينيموم والماكس والصم والكاونت. كيف نتعامل معهم؟ طلع في الجبره هيهم، في جروب فانكشن وفي فانكشن عاديات. لاحظ جي 1 قد ما بدك هاي جروب فانكشن عاديات،
اللي هي aggregation function and operation. خلينا نشوف مثال على السريع عشان تثبت. مثلا هاي الجدول الاول ما لاحظ بدي اطلع مثلا المجموع مثلا الصم بين قوسين، لا هذا اسم